مشاهدينا صباح الخير، صباح الرواق. يعني دائما بده يكون عندنا اوقات بتمريننا يعطينا رواق كمان، مش دائما هيك بدنا نكون عم نشتغل تمارين قوه او تمارين هيك بتنشطنا وبتحمسنا. اوقات بحاجه انه نكون عم نشتغل تمارين رايقه ونشتغل اكسرسايزز ليونه بتعطينا هيك اكيد ليونه لمفاصلنا ولجسمنا ورياحه لنفسيتنا. رح كون عم بشتغل بالالاستيك باند تمارين ليونه مثل ما قلت لكم. رح كون عم بلش باول اكسرسايز، رح استعمل أكيد الباند بهالشكل ما كتير رح صعبها، رح كون مستوى تقريبا على مستوى كتاف الباند، برجع لورا بفتح وبنزل لورا بفتح قد ما فيني وبنزل ثلاثة أربعة خمسة ستة. وهلأ رح اشتغل هولد للإكسرسايز، بجلس كواعي أكيد وبرجع آخر مدى بقدر أوصل له. طبعاً بفتح الإلاستيك باند على أوسع مدى كمان نفس الوقت، بأخذ نفس سهيل آوت. هلأ رح كون عم روح على السايد، رح أنزل بهالشكل. طبعاً كوعي جالس وعطول قريب من دينتي، رح أنزل بهالشكل and reach to the front. نطلع لفوق، نروح على السايد الثاني كمان، ننزل نبرم ايدنا بهالشكل and reach to the front. برجع بطلع لفوق، رح اعمل سيركلز بهالشكل. دايناميك ستريتشينج كثير مفيد وبريح الظهر. وبالعكس أربعة ثلاثة اثنين، بعد مرة واحد. نسيت إيدي، بريح كتافي شوي، roll the shoulders. كمان رح كون عم بشتغل knees bent أكيد. رح عيد exercise to the side. رح كون عم بنزل أكتر هالمرة وعم بعمل ديتش بإصبعي. رح كون عم بنزل لتحت واشتغل ريتش لقدام up لفوق down to the side. ريتش أكتر لتحت bend the knees. باخذ نفس داون، روح على السايد، برجع روح تو ذا ميدل وبريح ايدي. حط الالاستيك باند، بحاول وصل ايدي على الارض. طبعا اذا ما وصلوا ايدي ديفنتلي فيني اكون عم بعمل تاتشز باصابيعي او عم حاول اوصل بايدي بهالشكل. نعمل elongation للظهر، ناخذ نفس hold. عم نحس بالستريتش بعضلات اجريي من ورا calves ايدي ظهري. هلا ايدي على اجريي بهالشكل، كواعي على knees and hold. افتح لفوق and down. Switch sides. Come in. Reach up and down. كوير على ركبي، عم حس stretch بالinner thighs. Come in. مد ايدي لقدام، بطلع شوي شوي. Stretch your back. معدي لجوا، ايدي عم قربهم لقدام. بطلع شوي شوي. اكسهيل اوت. ريح حالي. خلصنا السيشن الستريتشنج لليوم. دايما بدي اذكركم انه ستريتشنج اكسرسايزز لازم تكون باخر تمريننا، او على الاقل نخصص مره او مرتين بالاسبوع نعمل ستريتشنج لنريح حالنا.
بتمنى لكم مثل العادة نهار شو أكتف قد ما فينا نكون عم نتحرك وما ناكل كتير ونهتم بصحتنا. أكيد أنا بشوفكم بنهار جديد وتمارين جديدة.